مبنى اللايف فصل، كنت بقى ناس كانت بتخش على الجروب كنت بقى اسمح لهم بالدخول، وكان الناس بتبعت طلبات صداقه وبتاع، فده اللي خلى الجروب اللايف وقف. يعني فهمنا الفرق بين كلمه كومباني واكومباني. تاني كومباني من غير رفقه او صحبه، وده اسم لا يعد، لكن اكومباني دي معناها شركه، والجمع بتاعها طبعا كومبانيز اللي هي شركات. تعالوا برضو حد كاتب سؤال ايه، مش والله عدت بسرعة ما شفتهاش. انا مش شايف برضو بقى، ملحقش اشوفها. طب نرجع نكمل بس كده الاول. احنا كنا بنتكلم في يونت 2 عندي present perfect المضارع التام. انا عايز بس يا ترى ايه اللي انا لازم يبقى في دماغي قبل ما اخش اللجنه بالنسبه للبريزنت بيرفكت المضارع التام؟ هنكتب الجمله دي كده مع بعض. لو قلت مثلا منى كانت ووك، ما بتقدرش تمشي، شي نوت هير ليج. يا ريت نكتب الجمله دي كده، منى كانت ووك، ما بتقدرش تمشي، شي نوت هير ليج. اقول شي هاز بروكن ولا هاد بروكن؟ لا، اقولها هاز بروكن، مضارع تام. طب انا دي عايزه تثبت في دماغك، مش عارف الناس بتنساها ليه على الرغم انها حاجه سهله. طالما التريس ده او الايفكت الاثر في المضارع، بختار مضارع تاني. يعني انا بقول كانت دي في المضارع، ما بتعرفش تمشي دلوقتي في المضارع، يبقى اكيد هختار بريزنت بيرفكت مضارع تاني. لكن لو كانت الجمله كودنت في الماضي، هختار معاها باست بيرفكت ماضي تاني. هقول كمان مره، ناخد بالنا قوي من الحكايه الحته اللي انا بقولها دي. لو الجملة الإيفكت أو التريس الأثر ده في المضارع، بختار بريزنت بيرفكت مضارع تاني. لو التريس الأثر أو الإيفكت ده في الماضي، بختار معاها باست بيرفكت ماضي تاني. طبعا بقى في حاجات سهلة بالنسبة للبريزنت بيرفكت انتوا عارفينها، اللي هي جاست، إن بيجي قبلها هاف أو هاز، وبعدها الباست بارتيسيبل وأوريدي والحاجات دي كلها. برضو ما ننساش كلمة سو فار، من سو فار. يعني مثلا لما أجي أقول سو فار، أبقى عارف إن أنا هختار بعديها مضارع تاني. لو قلت مثلا so far I have eaten two sandwiches، انا لحد دلوقتي كده اكلت سندوتشين، يبقى too far مقصود بقى لحد دلوقتي، يبقى انا هجيب بعدها present perfect برضو مضارع تاني. ده بالنسبه للبريزنت بيرفكت. انا قلت لك ان انا مش هراجع كله، انا بحاول اركز اكتر على الحاجات المهمه او الحاجه اللي تنفعني في الامتحان، لكن طبعا في حاجات شغل وحاجات تانيه مش مفيش داعي قوي ان انا اقولها. يعني ما ننساش برضو ان سينس لو جت في نص الجمله، بيبقى قبلها بريزنت بيرفكت مضارع تام، وبعديها باست سمبل ماضي بسيط. تاني، سينس بيجي قبلها بريزنت بيرفكت مضارع تام، وبعديها باست سمبل ماضي بسيط. وعلى فكره ممكن يبقى بعديها مضارع تام، يعني مضارع تام هنا ومضارع تام في الاخر، مفيش مشكله. موضوع بقى في افعال ما ينفعش احطها في الازمنه المستمره، اللي هي زي كلمة سيم ولاف ولايك وهيت وبريفير والحاجات دي كلها، ما الأفعال دي ما أو كلمة وونت، الفيرب وونت يريد. يعني مثلا أما أجي أقول أنا عايز أشرب شاي دلوقتي، أقول أي ونت تو درينك تي ناو، ما ينفعش أقولها أي أم وونتينج. دي أفعال ما بتتحطش في الأزمنة المستمرة. الفيوتشر، في بقى كان في ناس بتسأل، الصوت مش واضح، في حد مستمعني يا جماعة الصوت مش واضح كده؟ حد بيقول الصوت مش واضح؟ جهاد بتقول الصوت مش واضح ولا سامعيني؟ يكسر المود، حد بيسال برضو على يكسر المود في اللي انا قلتها في ليله الامتحان دي في المنصه. يكسر المود دي اللي هي بريك ذا ايس، مش يعني مش يكسر المود، هي انا بقول يعني مثلا تخيل كده ان انت محاضر او دكتور بتدخل تقول محاضره، فالطلبه قاعدين خايفين منك، فبتقول لهم نكته كده، بقول عليها بريك ذا ايس. بريك ذا ايس يعني بيشيل الجمود، بيشيل الجمود، الطلبه قاعدين ساكتين، فانت بتروح قايل نكته او بتقول حاجه تضحكهم، دي اسمها بريك ذا ايس. بالنسبه لبريك برضو، احنا عندنا لازم نبقى عارفين كلمه بريك ا بروميس، يخالف وعد. بريك ذا ريكورد، يحطم الرقم القياسي وعكسها، ميس ذا ريكورد، الناس بتقول الصوت واضح او كويس والله. حد بيقول لي تاني الافعال اللي ما بتقبلش المستمر، انا قلت الافعال اللي ما بتتحطش في الافعال الازمنه المستمره، اللي هي وونت، افعال الشعور والحواس كلها، وونت ولايك ولاف
وهيت وبريفير وثينك. ثينك على فكره معناها يعتقد، لكن لو معناها يفكر ممكن اخليها ازمنه مستمره، ممكن اخليها في اي زمن مستمر. بمعنى يعني انا لما لو قلت لك مثلا اي ثينك احمد ستول ماي باج، اعتقد ان احمد سرق شنطتي، هنا لازم تبقى ثينك، ما ينفعش اقولها اي ام ثينكينج، ده اصل هنا معناها يعتقد. لكن لو انا قلت لك اي ام ثينكينج اوف باينج ا كار، انا بفكر اشتري عربيه، لا تنفع دي جمله صح ما فيش فيها مشكله. لكن الجمله الاولى ما ينفعش اقول اي ام ثينكينج احمد ستول ذا كار، لا دي كده جمله غلط. ما ينفعش اقول اي ام ثينكينج احمد ستول ذا باج، ليه؟ لان ثينك هنا معناها يعتقد، ما بتتحطش في الازمنه المستمره. مستر محمد عبد العزيز منورني مستر محمد، ربنا يكرمك يا رب. بعد كده احنا قلنا يا اولاد بقى هنكمل مع بعض البريزنت بيرفكت المضارع التام. قلنا في حاجات لازم نبقى عارفينها في يونت 2 بالنسبه للبريزنت بيرفكت المضارع التام، استخدامات سينس واستخدامات فور والحاجات دي. طب حد بيسال برضو ازاي سو وساتش في الاول. طيب ما تيجي نراجعها كده الدرس بسرعه. انا كان نفسي ما تستعجلوش في الاسئله، لان كل حاجه انا كنت هقولها، بس انا هشتغل معاكم بقى باسئلتكم خلاص. سو هنكتب بس كده، انا هلخص لك الدرس كله في ثلاث قواعد بالظبط. سو صفه ذات، سو صفه او ظرف ذات، يا ريت تكتب معايا بس كده سو صفه او ظرف وبعدها ذات. طيب ساتش، ساتش بعدها صفة، بعد ساتش وبعدين الأول قبل الصفة، ساتش A أو N وبعدين صفة وبعدها اسم مفرد وبعدين ذات. خدوا بالكوا أنت عشان تربطها في دماغك وما تنساهاش، هقول لك على حاجة بسيطة أوي. سو اربطها بالصفة، وساتش دي أساسا بتيجي عشان الاسم مش بتيجي عشان الصفة. حد فاهم أنا بقول إيه؟ تاني، سو أساسها بتبقى جاية للصفة مش جاية للاسم، فكده كده اصلا الجمله اللي فيها سو مش هيبقى فيها اسم، ما عدا طبعا سو ميني وسو ماتش وسو فيو وسو ليتل، الحاجات تعبيرات الكميات دي. لكن سو اساسا وصف للصفه، ساتش وصف للاسم. يعني انت وانت بتحل عينيك وقعت على صفه ومفيش اسم، تبقى عارف نفسك هتتعامل مع سو. في اسم يبقى هتتعامل مع ساتش. انا قلت سو صفه او ظرف وبعديها ذات، ساتش ا او ان وصفه وبعدها اسم مفرد وبعد الاسم المفرد ذات، ساتش صفه بس من غير ا او ان وبعدها اسم جمع او اسم لا يعد وبعدها ذات. يا ريت تكون كتبت بس الثلاث قواعد اللي انا قلتهم دول. بعد كده في لو حبيت ابدا بسو او ساتش بقى في اول الجمله، سو او ساتش لما بتيجي في اول الجمله بتعملها بشكل سؤال. يعني ايه سؤال يا مستر؟ يعني تقدم الفعل المساعد على الفاعل بس. يعني انا هقول لك مثال بسيط كده، لو قلت مثلا عايز، انا هقولها لك بالطريقتين، عايز اقول احمد قوي جدا او احمد طويل جدا لدرجه انه يقدر يلعب باسكت بول، اقولها ازاي؟ اقول احمد السو طول او 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 خليها ريتش، احمد السو ريتش ذات، غني جدا لدرجه ان هي هاز فايف كارز، عنده خمس عربيات. شوف انا قلت ازاي؟ قلت سو ريتش ذات، تمام؟ سو وبعدها صفه وبعدين ذات. طب عايز ابدا بسو، هبدا بسو اقولها ازاي؟ اقولها سو ريتش احمد از. انا الجمله الاولى كنت قلت الجمله الاولى كنت قلت احمد از، لكن هنا هقول سو ريتش از احمد. تاني الجملتين اكتبهم تحت بعض كده، احمد از سو ريتش ذات هي هاز فايف كورس. الجمله الثانيه سو ريتش احمد از، الاولى سوري از احمد، الاولى كانت احمد از لكن المره دي هقولها از احمد. بالنسبه لساتش نفس الكلام، يعني انا لو قلت مثلا شي هاز ساتش بيوتيفول ايز، هي عندها عيون جميله جدا، ذات اي كانت هيلب لوكينج ات هير، لدرجه ان انا مش قادر امنع نفسي من ان انا ابص لها. يا ريت نكون بنكتب كده مع بعض، شي هاز ساتش بيوتيفول ايز ذات اي كانت هيلب لوكينج ات هير، تمام؟ مش قادر امنع نفسي من ان انا ابص لها. طيب ابص على عينيها. طب لو حبيت ابدا بساتش، اقول ساتش بيوتيفول ايز، مش ساتش بيجي معاها صفه واسم، يبقى هتجيب ساتش بيوتيفول ايز داز شي هاف،
هناك كانت هاز، انت عملتها لي سؤال المره دي بقت داز شي هاف، جبت الفعل المساعد وبعدها الفاعل داز شي هاف. تمام. الناس بتقول كمل يا مستر ورد على الاسئله في الاخر. والله العظيم ما بقيت عارف اشتغل ازاي. انا قلت كده من الاول، قلنا نشتغل نكمل وهنرد على الاسئله كلها مره واحده، لان كل اللي بتسالوا عليه انا عايز اقول لك مفيش حد معايا على اللايف الا عارف هو دماغه فيها ايه وعايز يسال على ايه، وكده كده كنت هقولها يعني، انا الناس كلها في دماغها ايه، بس ما اعرفش انتوا استعجلتوا ليه وكله عمال يسال. نكمل. يبقى عرفنا ازاي سو وساتش بجيبها في اول الجمله، بعملها في شكل سؤال، بقدم الفعل المساعد على الفاعل. هقول مثال كذا مثال كده عشان خاطر الموضوع يثبت في دماغنا. لو قلت so brave so brave are our soldiers، جنودنا شجعان جدا. so brave are our soldiers that جنودنا شجعان جدا لدرجة أن كذا كذا كذا، وكمل جملتي بقى زمان عامل. بس لاحظوا أن أنا قلت إيه؟ so brave are our soldiers، جبت are الفعل المساعد الأول وبعدها جبت الفاعل اللي هي our soldiers. تمام؟ برضو هديك مثال تاني على such. لو قلت لك مثلا such a good character، such a good character، character is he، يعني هو شخصية كويسة جدا. such a good character، أنا قلت لأن طبعا كلمة character ده اسم مفرد. such a good character is he، is he، أو such a good man is he، ما أقولش he is، لا أقولها is he، that everybody loves him لدرجة الناس كلها بتحبه. تمام؟ ده بالنسبة ل so such لو حبيت اجيبها في اول الجملة. طب تعالوا نكمل المراجعة اللي احنا زي ما احنا كنا شغالين. احنا عندنا في يونت 3 الفيوتشر المستقبل. برضو انا بقول انا مش هشرح بطريقة تقليدية، انا هركز بس على النقط الخلافية، الحاجات اللي الناس بتسأل عليها والناس بتلخبط فيها. بالنسبة لاستخدامات ويل سريعا كده، ويل بتعبر عن كويك ديزيشن، قرار سريع. لو جالك جملة بتقول مثلا اتس هوت، الجو حر، ودي موجودة في النموذج الاسترشادي، اتس هوت، اقول اي ويل تيرن اون ذا فان، انا هشغل المروحة، ده قرار سريع. انت لسه بتقول الجو حر، رحت قايل هشغل المروحة. يبقى لو جالك في الاختيار ويل تيرن ولا ام جوينج تو تيرن، لا اختار ويل تيرن، لان ده كويك ديزيشن، قرار سريع. بالنسبة لاستخدامات ويل برضو بستخدمها في الاوفر، العرض. يعني مثلا لما اقول لك these bags are heavy، الشنط دي تقيلة، I will carry them for you، انا قلت I will، في العرض بقول I will، لكن في الطلب بقول لك will you، انا مش قادر اشيل الشنط دي، فعايزك انت تشيلها لي، اقول لك will you carry these bags for me، ممكن تشيل الشنط دي. يبقى في العرض اقولها I will، في الريكوست الطلب اقول لك will you. ده برضه بستخدم ويل مع كلمة بروميس، الوعد، أو مع الوعد عموما. ما تنساش بس وأنت بتحل أو وأنت بتراجع كده، إن كلمة بروميس يا ريت نكتب، مع نكون بنكتب كلنا بروميس يجي بعدها ويل، لكن لو أنا عملتها بروميس في الماضي هجيب بعدها وود. يعني مثلا أما أقول I promise I will do my best، أنا بوعد إن أنا هبذل قصارى جهدي. أقول he promised that he would، هو وعد ان هو هيبذل قصارى جهده. He promised he would. He promises يبقى he will، وهكذا. كذلك كلمة threat اللي هي يهدد. برضو بالنسبة لاستخدامات will هتكلم بقى في الحتة اللي انتوا بتسألوا عليها، الصفات الشاذة، دليل ولا مش دليل والحوارات دي. بالنسبة امتى اقول على الصفة انها دليل وامتى ما اقولش عليها دليل؟ will الاول عشان نبقى عارفين كده كلغة، اما نيجي نتكلم بقى في الصح انها كلغه ملناش دعوه بقى بالكتب فيها ايه او الناس بتقول ايه، انا هتكلم كلغه. كلغه المفروض ان ويل بستخدمها when I'm talking about a belief، اما اكون بتكلم عن اعتقاد. يعني بمعنى يعني انا لو قلت مثلا I think، يعني عاده اقول I think، I'm sure، I hope، انا بتمنى، I expect، اتوقع، certainly، possibly، I'm sure، definitely، it's probable، it's possible. الحاجات دي كلها بتدي معنى اعتقاد. يعني أقول it's possible that، من الممكن
او اتس بروبابل ذات من المحتمل مثلا ات ويل رين تومورو، الجو هيمطر بكره. انا بتكلم هنا اباوت ا بليف، ده اعتقاد عندي ان الجو هيمطر بكره. المفروض اساسا يعني اما نيجي نتكلم، قلت لك هنتكلم كلغه، انا ماليش دعوه الناس بتقول ايه او الكتب بتقول ايه. بالنسبه لجوينج تو، جوينج تو بستخدمها prediction with evidence، تنبؤ بدليل. طب يعني ايه دليل يا مستر؟ دليل something that you touch، you can touch، حاجة انت ممكن تلمسها، something that you can see، حاجة انت بتشوفها بعينيك، and something that you are to a percent بنسبة معينة sure about، يعني حاجة انت شبه متأكد منها بدرجة معينة. بمعنى ايه؟ انا هقول لك مثال. طبعا الحتة اللي انتوا بتختلفوا عليها دايما موضوع صفة شخصية دليل ولا مش دليل. انا لو قلت مثلا الحاجه اللي توضح لك اول الجزئيه دي، الجمله اللي هقولها دي، لو قلت احمد سكليفر، احمد شاطر، اقول اي ثينك، اعتقد، اقول هي ويل ولا از جوينج تو بي ا دكتور، ويل بي ولا از جوينج تو بي. لا طبعا هتبقى احمد اي ثينك هي ويل بي ا دكتور، ده اعتقاد، هي صفه شخصيه وفي نفس الوقت بقول عليها اعتقاد، انا اعتقد ان هو هيبقى دكتور. I don't have a proof، ما عنديش دليل على كده. كمان ما فيش شواهد تخليني اقول عليه هيبقى دكتور. لكن لو انا قلت مثلا، في ناس كاتبه عايزه الفرق بين هاف تو وماست. طب اصبروا يا جماعه اخلص بس اللي انا بقوله. بالنسبه لجوينج تو، لو قلت احمد از ستادينج ميديسن، احمد بيدرس طب، احمد از ستادينج ميديسن، بيدرس طب ده، اقول هنا يفضل حتى ان انا ما اقولش اي ثينك، يعني الاجانب بيجيبوش اي ثينك في المعنى ده. احمد از ستادينج ميديسن، هي از جوينج تو بي ا دكتور، هيبقى دكتور على طول. مش عارف ليه الناس بتحب تحط اي ثينك، بتزنق اي ثينك في الجمله دي ليه، مش فاهم انا، على الرغم انها ملهاش علاقه. انت بتتكلم هنا بتقول احمد بيدرس طب، بتقول هي از جوينج تو بي ا دكتور. واحده مثلا انجيجد، مخطوبه، اقول شي از جوينج تو ماري، هتتجوز مثلا، يبقى ده مفيش داعي الاي ثينك هنا خالص، مش انا مش شايف لها معنى نهائيا. طب حته بقى امتى اقول على الصفه دليل وامتى ما اقولش عليها دليل، والجمله اللي كانت جايه في امتحان السنه اللي فاتت، انا عارف ان الناس كتير عايزه تسال عليها. قلت لكم انا عارف الدنيا فيها ايه وعارف كل واحد بيفكر فيه، فما حدش يستعجل، انا جاي كده هقول، هرد على كل الاستفسارات اللي في دماغكم يعني. الجملة بتاعت السنة اللي فاتت أنا مش فاكر بالظبط، بس هي هقول لك حاجة شبهها وموجودة في الورك بوك على فكرة. The other teams players، الجملة كانت بتقول على ما أتذكر يعني، The other teams players، لعيبة الفريق الثاني are strong، لعيبة أقوياء. They will ولا are going to win the match، هيفوزوا بالماتش. هنا أقولها are going to، أنا عن نفسي هقولها هقول are going to، مش هقول will. هتقول لي ده صفة شخصية. لا انا قاعد بتفرج على الماتش، انا اللي قاعد في الاستاد وشايف قدامي اللعيبه التانيين بيلعبوا حلو هيفوزوا، خلاص انا هيفوزوا بالماتش جوينج تو. طب انا بقولها هتبقى الاجابه ار جوينج تو، طب الاجانب بيقولوها ازاي؟ الاجانب بيقولوها ويل وجوينج تو، الاثنين صح في السياق ده، الاثنين صح. لكن اما نيجي نتكلم بقى عننا احنا كلغه، كلغه عندنا احنا بندرسها هنا، لا المفروض تبقى ار جوينج تو، لان ده انا شايف بعيني هيهزمونا، الفريق التاني هيفوز علينا، انا شايفها بعيني، عيني الدليل بتاعي، يبقى دي جوينج تو. تمام؟ برضو من نقطه انا كده اعتقد وضحت الفرق بين ويل وجوينج تو، يعني في ناس بتقول عليها موضوع ان ذا اذر تيمز بلايرز ار سكيلفول او ار سكيلد، لعيبه مهره، بيقولوا عليها انها صفه مؤقته، مفيش مشكلة سميها زي ما انت عاوز، انت عينيك بتقول لك ان الفريق التاني هيفوز يبقى جونج تو، موضوع منتهي، ويا ريت ما تحطش ثينك، يعني الطبيعي اصلا طول عمرنا بنتعلم من صغرنا ان ثينك بستخدمها مع ويل، لكن بنزنق ثينك مع جونج تو كتير، ليه انا مش فاهم يعني. طيب برضو عايزين نتكلم في حتة خلافية تانية، كان في جملة يعني كانت موجودة حتى للأسف انا افتكرتها دلوقتي، موضوع كلمة ريكومند. كان في جملة موجودة حتى في النموذج الاسترشادي فيها كلمة ريكومند، أنا مش فاكر الجملة كانت إيه بالظبط، بس الاختيار الوحيد اللي كان ينفع ريكومند مي تو ستادي، إن أنت تختار ريكومند مي تو ستادي، على ما أتذكر كانت كده يعني. أنا عايز أقول لك بقى على حاجة يعني يمكن تستغرب شوية، الجملة دي كلها غلط.
انا لسه من شويه كنت براجع معاك وقلت لك ان ريكومند، كلمه ريكومند وسجست بنجيب بعدها اي ان جي، او ممكن اجيب ذات وبعدها فاعل وبعدين فعل في المصدر. تاني، ريكومند اجيب بعدها اي ان جي او ذات زائد الفاعل زائد المصدر. انا لما شفت الجمله دي اتكلمت مع حد نيتيف سبيكر، حد يعني من الناس من اهل اللغه، وشفتها كمان على كذا سايت على كذا موقع، وقال لي كده بالنص It's a common mistake، ده خطأ شائع to use object، ان انت تستخدم object مفعول وبعديها to plus infinitive بعد كلمة recommend. تاني وقالها كده wish صراحة recommend، ما ينفعش اقول recommend me to study، ولا ما ينفعش برضه اقول recommend me studying. لا، هي recommend المفروض ملهاش حل تالت، يا ing يا اما ذات زائد فاعل زائد المصدر، يا اما ذات زائد فاعل وبعدها شد زائد المصدر، بس مفيش حاجه تانية غير كده، والاي ان جي اللي انا قلتها. لكن اجيب بعدها فاعل وبعد مفعول سوري وبعد المفعول تو زائد المصدر، الراجل قال لي كده او انا شفتها على كذا سايت كده، اتس ا كومن ميستيك، ده خطا شائع ان الناس تجيب بعد كلمه ريكومند مفعول وبعدها تو زائد المصدر. يا رب تكون وصلت الفكره اللي انا عايز اوصلها. تعالوا بقى نكمل المراجعة بتاعتنا ولا نشوف أسئلتكم؟ ثانية إيه؟ طيب يلا نكمل يا جماعة. وصلنا احنا كده، رجعت الفيوتشر وده كان في يونت 3. يونت 4 بتتكلم عندنا في الجرامر. الاول برضو انا مش عايز اعدي الكلمات عشان خاطر فروق الكلمات بتبقى صعبة شوية. في كلمة impress وimpressed وimpressive. impressive is an adjective، كلمة impressive صفة بمعنى مؤثر او فعال، ذو فعالية، مؤثر، ودي حاجة ايجابية. يعني مثلا كان في جمله في النموذج الاسترشادي بتقول the palace، القصر، was impressive، القصر كان مؤثر. impressive حاجه جميله. عارف انت لما تعمل حاجه حلوه كده، يعني مثلا بعد ان شاء الله ما ننجح في التنجاح في الامتحان كله كده يا رب، وتطلعوا كلكم من الاوائل، انا اقول لكم ايه؟ اقول لكم I am impressed، يعني انا متاثر. متاثر هنا مش متاثر زعلان، متاثر فرحان. I am impressed. طب اما اجي اتكلم على نجاحكم اقول لك يور سكسس، نجاحك از امبرسيف، حاجه مؤثره فيا، حاجه فرحتني، يبقى اقولها امبرسيف. وبرده ممكن استخدم امبرس از ا فيرب، يعني انا مثلا ممكن اقول يور سكسس، نجاحك امبرسد مي، اثر فيا. ممكن اقولها از امبرسيف، مؤثر، او امبرسد مي، يعني اثر فيا. اثر في بمعنى انه فرحني، حاجه فرحتني او حاجه كويسه، حاجه حلوه يعني. سيبوني برضو انا، يا ريت تسيبوني انا راجع لكم، والله انا لما هراجع بدماغي انا هلم لكم الدنيا كلها، وهنظبط، هتلاقوا الدنيا حلوه قوي معاكم بعد ما نخلص. برضو كلمه ابريشيت اللي هي يقدر او يثمن. ابريشيت بمعنى يقدر، يعني مثلا اما حد يعمل لي خدمه اقول له اي ابريشيت، انا بقدر لك الحاجه دي. الادجكتيف بتاعتها ابريشيتيف، يعني مثلا كان في جمله انا كنت عارضها على المنصه كانت بتقول some women، هي جمله ظريفه شويه، some women are never appreciative of، مش مقدرين، are never appreciative of their husband's efforts، مش مقدرين لجهود ازواجهم. تمام كده، are never appreciative of، يبقى نقول دي صفه. انا لاحظوا دايما كده في حاجات صغيره في اللغه لازم تبقى واخد بالك منها. are ده verb to be، يبقى اللي بعد منه adjective صفة، ما اقولش are appreciate، لا، يعني ربنا خلينا عقل، دي صفة، يبقى am with are verb to be، يبقى اكيد هيبقى بعد منه adjective صفة، are never appreciative of. تمام؟ كلمة برضو argue for، يعني يجادل من اجل، يعني ما اقول نيلسون مانديلا argued for، جادل من اجل. هو نيلسون مانديلا كان في الهند ولا فين؟ والله ما فاكر. كان لا، نيلسون مانديلا كان في جنوب افريقيا. نيلسون مانديلا ارجيت فور، ناضل من اجل،
the rights of negroes، كان بيناضل من اجل حقوق السود مثلا. يبقى argue for بيجادل من اجل مشكله او قضيه. argue with يتجادل مع. يعني مثلا على فكره حتى في حته جميله قوي عشان تثبتها في دماغك، كان حد بيسال الامام الشافعي بيقول له ايجادل المرء والديه، فقال له ايه؟ ولا معنى عليهما. يبقى نقولها كده never with even not with their shoes. يعني ما ينفعش الواحد حتى not to argue with their shoes، ما يتجادلش حتى مع عليهما. يبقى تجادل مع شخص، بس طبعا هنا الشوز دي مش شخص، بس ان الواحد يعني ما يجادلش والديه، ما يردش عليهم في كل حاجه. argue with اللي هي يجادل مع. نكمل كده برضو كلمة degree. degree مش مقصود بيها درجة اللي بتاخدها في الامتحان وكده، لا، degree مقصود بها شهادة علمية. يعني مثلا لما اقول she got her degree، خدت او she got her master's degree. الماسترز دي اللي هي شهادة الماجستير، يعني she got her master's degree يبقى شهادة جامعية، شهادة الدكتوراه، الحاجات دي كلها اقول عليها degree. كلمة encourage يشجع بيجي بعدها to plus infinitive، to زائد المصدر. ايه نكتب اللي هقوله ده؟ encourage يجي لو جه بعدها object مفعول، والكلام ده موجود عندنا في unit 4 وموجود عندنا كمان في unit 13. في unit 13 نفس الكلمة ونفس الطريقة، encourage يجي بعدها مفعول زائد to زائد المصدر. لو مفيش مفعول هنجيب ing. يعني مثلا my dad encourages me، بيشجعني to study. اما اجي اقول مثلا my dad بابايا encourages بيشجع مثلا working hard العمل الجاد، او my dad encourages doing a sport ممارسة رياضة. يبقى جبت بعد encourage doing a sport ده ing. كلمة role role غير rule اللي هي قاعدة، role اللي هي الدور. يعني لما اجي اقول مثلا كترجمة، حتى جت في الترجمة كده، لو قلت مثلا لعبت مصر، يا ريت نكتب الترجمه دي كده. انا قلت لك بقى ايه، انا هنراجع كله، مش هنفصل بقى ترجمه عن غيره. لو نكتب دي مع بعض كده، لو قلت لعبت مصر او لطالما لعبت مصر دورا حيويا في منطقه الشرق الاوسط. لعبت مصر، يا ترى هترجم لطالما دي ايه؟ لطالما لعبت مصر دورا اقليميا في منطقه الشرق الاوسط. نقولها ازاي؟ Egypt has always played. Egypt has always played a vital role. يعني لعبت دورا حيويا in the Middle East area، في منطقة الشرق الأوسط. يبقى role vital role اللي هو دور حيوي. كمان ما ننساش كلمة in charge of، مسؤول عن، دي equals بتساوي responsible for، مسؤول عن. يجي لك جملة كده في الاختياري، مثلا Mr. Ahmed is in نقط of the company. in charge ولا in the charge، لا ولا in charges ولا charge، بس اختار طبعا charge. in charge of يعني مسؤول عن. كمان كلمة license بالسي، license انطقها license، دي الرخصة. لو قلتها license بالاس قبل الاي في الاخر، license معناها بمعنى يرخص. تمام. حد بيقول لي عايزين كلمات عن التنمر او العولمة، حاضر.